المدام قالت لنا خلصانه، ما لحقناش نعملها حاجه، وماتت هي والجنين اللي بطنها. هي كانت حامل؟ وضعه سيء، أنقذه في الوقت المناسب، الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن إن شاء الله. إن شاء الله يا ابني، لازم يكون في أمل. ادعي له، ادعي له. ربنا معاك. الحمد لله على السلامة محمد بيه. الله يسلمك. أنا رقيب إيهاب هيبة من غفر السواحل. إيه اللي حصل؟ في الحقيقة احنا جات لنا اشارة استغاثة من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال الجي بي اس. الف مبروك علينا يا كبير. اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم. المهم حشوفك ميته، ما تعوقش علي يا ابوي. وعليكم السلام. ايوه جده ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. انا مش عشطان يا كتابة تخسر اهدي. هو انت ما بتعرفش تقرا؟ لا، يبقى ملك. ملك ميل وسقيني. انا مش عشطان يا ود عمي، حبك يرويني. ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. يا سلام يا سلام عليك يا سيدي، الناس لما بتبقى رايق. طب فرحنا معاك وقول لنا فيه ايه. الكلب الظابط اللي كان فاكر نفسه يا مهنا ويا مهناك، وناطط لنا في كل عمليه، واخر المتمه استجرى وبدي يده وقتل اخويا جابر. كان لازم نجيبه خبره. صح صح. وعملتوا فيه ايه؟ ولا حاجه، ذبحنا له مرته، وبعد كده قتلناه ورمينا جثته للسمك. يستاهل قتل القتلة دي. ايوه يستاهل يستاهل. الله يرحمه. بتقول ايه؟ انا قصدي اقول الله يرحمه غرف دهي. ميل وسقيني يا لا تاني تاني يا واد يا واد يا واد يا واد يا ولا حي صغ سني وانا بالهوى. يا واد يا واد يا واد يا ولا من صغر سني وانا بالهوى. انا محمد حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ بنتي بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي فين؟ سلمى فين؟ انطق. شقتنا الجديدة شكلها والشاي هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا حبيبتي ماليش نفس. ليه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضري لي شنطة عشان لازم امشي على طول. حضر لك شنطة. انت رايح فين؟ مفيش حاجة. بتصل اصل ايه يا معتز؟ في ايه؟ حسام وسلمى مالهم؟ نصطلوا عليهم هما في الغردقة او ضربوهم. طب حصل لهم ايه؟ حسام في العناية المركزة. وسلمى تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. إن الله وإنا إليه راجعون. ايه اللي انت عملته ده يا سمونير؟ فتح يا عليم، انا رزاق كريم على الصبح. ايه الدخله دي؟ مفيش صباح الخير. وهيجي منين الخير؟ الله، مالك يا بنتي في ايه؟ ده اخوك اللي من لحمك ودمك، تمضيه على ايصال امانه؟ مش عيب عليك يا منير؟ الله 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 الله. انت عرفته ولا ايه؟ هو في حاجه بتستخبى؟ يا بنت يا بنت، انا بضمن حق انا وانتي، احنا اخوات شايف الشرع بيقول كده. بقى الراجل متعشم فيك خير تقوم تزلي نفسه وتمضيه على ايصال امانه يا منير؟ اغص عليك. وطي صوتك يا بنت شويه ولمي نفسك فيه يا منير. هو انا لسه عملت حاجه وديني وما اعبد لكن قايله للحاج وحكي له على كل فضايحك واللي يحصل يحصل. اعملي اللي انت عاوزاه واعلى ما في خيلك اركبيه يا منير، وانا حر. ماشي ماشي يا ابن ام وابويا، انا هوريك انا هعمل ايه. الله يرحمك يا حسام بيه انت ومراتك. يا ما حذرته، قلت له يخلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجه. جرى ايه يا طاهر؟ يمسك اعصابك لحد ياخد باله من حاجه.
ده انت في عش الدبابير، دول علم ديابه. وهدان طاهر، انت زفت يا طاهر، انتم نمتم؟ ايه امرك يا سيدي الناس؟ هات لي قزازة شمبانية، اصل ما جانيش نوم واصل، عاوز احتفل على روح المرحوم النهاردة. اوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسن باشي، على اخر الزمن هفرج ويسكي وشمبانيا على روحك. قوام يا طاهر. ازاي يا حيوان تخون اخوك وتكتبه وصل امانة؟ وايه الغلط في كده؟ مش المبلغ اللي طلبه كادو؟ هو تاجر من التجار اللي متعامل معاهم، ده اخوك. انا ما عنديش في السوق اخوك ولا ابوك، ان كنت اخوات تتحاسبوا. هتفضل طول عمرك جشع واناني. هو بلاش احافظ على حقي وحق اختي شقيقتي. اختك منيره شقيقتك اللي بقالك 3 اشهر ما اديتهاش شهريتها. يابا انا عملت معاها كده علشان شايف جوزها قاعد على القهوه طول النهار شافت بطنه ومعدي، لا شغله ولا مشغله، وبالمره شد عليه شويه. شد عليه ولا تشفطهم لحسابك يا ضلالي؟ انا يابا مش حرامي، ما سرقتش حد. لا انت فعلا سرقت، لانك حسبتني على شهريه منيره 3 شهور اللي فاتوا وضربتهم في جيبك. مش في جيبي يابا، انت ما تعرفش حاجه. انا البنت منيره ديت عبيطه وجوزها عبيط، رحت مدبسها معايا في جمعيه كده 3 اشهر وفاجئها الاخر. انت كذاب وحرامي، وانت طول عمرك بقى بتفايد المعتز ابن سميحه عننا. انت اللي طول عمرك غبي واناني وعندك عقد نقص. عقد النقص دي اتعلمتها منك ومن انانيتك ومن ظلمك لينا. اخرس يا كلب. اوعى تمد ايدك عليا تاني، من الصغير انا كبرت. كبرت على ابوك يا سافل، بترفع ايدك عليا وعاوز تضربني. انا بدافع عن نفسي، انا دلوقتي عندي 45 سنه، من الصغير انا مش لسه في حضانه. يا ريتني ما قابلت امك ولا خلفتك. انت ها قلبي شويه، قلبي ما بدل قلبك ضعيف كده، بتدخله ليه معاك في خناقات؟ اتفضل يا سيدي. وحدان قوم يا سيدي. اقعد. قل لي يا وحدان، انت ايه اللي جبرك تقعد حدايا هنا وانت عارف زين ان الحكومه بتدور علي وممكن كلنا نروح في داهيه؟ انت صحيح ما خبرش انا عملت كده ليه؟ انا اقول لك وانا عاوز اسمع. انا زي ما انت خابر وحداني، بوي ميت وامي هتشتغل خدامه حداكم في البيت الكبير، وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك، واما كبرت خدتني معاك مصر ام الدنيا. لا عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا تنكورت علي زي بقيت الخلق، دايما كنت ظهري وحمايتي، اكل واشرب وانكسي من خيرك انت، وانت على قلبك كل ده زي العسل. بعد ده كله
عايزني أهملك لوحدك في شدتك؟ لا يا سيدي، ده أنا أبقى جليل الأصل وناكل للجميل. الدرجة دي بتعزني يا وهدان؟ لا لا، أكتر بكتير. أنا عندي استعداد أحط حياتي في كفي وأعرض نفسي للموت ولا إن مخلوق يمس لك طرف. تعرف يا وهدان، أنت كبرت بنظري قوي بعد الحديد دي. دي مش حديد يا سيدياب، مش حديد، دي الحقيقة. وأنا مهما عملت مش هوفيك حقك. ربنا يخليك لي يا وهدان. ويخليك لينا يا حبيبي. بصحتك. بصحتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حسين. حسين يا حبيبي، يا حسين انت فقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد علي يا حسين، رد علي يا حبيبي. حسين ربي حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجة. استنوا علي شوية، استنوا علي شوية. حبيب قلبي الحمد لله يا رب. حبيبي 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 الحمد لله. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. بالشفي. تسلم ايديك يا ابني. ها تحب احميك؟ لا لا بلاش دلوقتي، خليها بعدين. طيب اللي تشوفه ياب بالاذن. بقول لك ايه، ايه اخوك كامل فين؟ تلاقيه متلجح على القهوه، ما انت عارف لا شغله ولا مشغله. مالكش بركه الله، ده مهما كان اخوك الصغير ده غلبان، ملوش حد بعد اللي عندي. خلاص بقى، خلاص ما تكرهنيش فيه اكتر ما نكرهه. خلاص هخلي بالي منه عشان انت عايز كده. ما تقلقش، انا اهم حاجة عندي دلوقتي ان انت تنام وتستريح. فعلا انا عايز انام واستريح. حبيبتي يا ماما اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصمة تاني. طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت يا حبيبتي اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله. قصدك ايه يا عصمة تاني؟ قصدي انت عارفة كويس قوي ده أسلوب تكلميني بيه وأنا جاي أعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عاوزه ايه بدل ما انت عماله تلف وتدوري في الكلام. عايزه اقول ان ابنك سياده المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام وفي غيره كان وشه أزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت. يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر، واللي حصل لحسام ما كانش شوية. ما تقلقيش بكرة يقوم لكم زي الجن. لا انت زودتيها قوي يا عصمة تاني، بس انا عارفة ان ادانا غالي وعشان كده هقدر موقفك. عن اذنكم. ثواني يا طنط هاجي اوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك، انا نازلة لوحدي. حقك عليا يا ماما. ولا يهمك يا حبيبتي. انا اسفة. ايه
ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي، وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخره. انا داخله اوضتي. الحمد لله على السلامه يا حسام، نورت بيتك. يا حسام بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا عارف إن الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين، سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تندهي اللي جوه، روح انت عشان ادخل لها. سام اديني جيت البيت يا ست. انت فين بقى؟ فين؟ سبتيني لوحدي ومشيتي؟ يا سلمى وانت عليكي؟ بس مش انت اللي غلطانة، انا اللي معرفتش اعمل لك حاجة. بس والله العلي العظيم غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى، والله والله غصب عني يا حبيبتي، غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى. ايه يا جماعه؟ طب قولي بقى عامل ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك؟ ليك عين تيجي بعد العمله السوداء اللي انت عملتها دي؟ انا يا منير؟ ايوه انت، مش انت اللي رحت وقلت له موضوع ايصال الامانه اللي حصل ما بينه وما بينك؟ والله العظيم ما حصل. اخس 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 عليك يا ابو نسب، اخس كل ده يطلع منك انت يا ميزو. تعرف تسكت انت خالص؟ يا جماعه بقول لكم والله العظيم ما حصل. اعملهم عليا، اعملهم عليا يا معتز، وش في بطنك وعدي واعمل نفسك ما عملتش حاجه خالص. عيب كده يا مدير، احترم نفسك يا اخي. طب قسما عظما انا اللي حكيت لبابا. يا نهارك اسود يا منيره، اخص عليكي، دي برضه عامله تعمليها. وانت مالك انت؟ اخواته بيتكلموا مع بعض، انت ايش حصلك؟ ليه كده يا منيره بس؟ ما انت عارفه ان بابا تعبان. بقى انت اللي عملتي كده يا وش المصايب. الهي يجيلك انتفاخ في بطنك ما تعرفي تعدي، ان موريتك. وقلت له كمان ان انت بقالك مده ما اديتنيش الشهريه بتاعتي، يا ضلالي يا حرام. عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير. ايوه صح، عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير مهما كان. منير عيب، ما صحش تكلمي كده ابدا. ماشي منيره، ان موريتك ما بقاش انا. بعد اذنكم انا اخش في بابا. يعني كان لازم الغردقه دي يا ابوي؟ اصل الدكاتره اللي هناك متعلمين ومتنورين، اتاتزه كبار احسن من الاحدانه هنا. وهتقعدوا لحد متى يا بوي؟ مش هنعوجه ان شاء الله، اول ما اطمن عليها وعلب بطنها
هنعاوده طوالي. بتجيب لي معاك مشبك وانت جاي يا ابوك. واه ليه؟ وانا قلت لك ان رايح مولد؟ جاك ضربه ببطنك. يلا يا حكمت. انا جايه. ها ترجع بالسلامه يا بوي. ترجع بالسلامه. ما تغيبش علينا. مع السلامه يا بوي. ما عاوزينش حاجه من هناك. وهيعوزوا ايه؟ ما كل حاجه حداهم. عاوزينك ترجع لنا بالسلامه يا حكمت. خدي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك يا حكمت. يلا يا بنتي على بركه الله. يدك يا بوي. مع السلامة يا بوي. والله ولفيتي على الكبير زي الحياة يا حكمت. السلام عليكم يا فندم. طب نمت بالتخ المؤاخذه يا باشا. وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ ابدا يا باشا. كل ما هنالك ان انا ضابط شرطه مراته اتدبحت قدام عينيه ووقف زي معرفش يعمل حاجه. ادي كل الحكايه. حسام انا مقدر موقفك وفعلا عايز اساعدك. سعادتك عايز تساعدني يبقى تستعجل اذن النيابه وتؤمر معاك باقتحام الاماكن دي. ايه الاماكن دي؟ دي الاماكن اللي احتمال يبقى مستخبي فيها دياب ابن منصور البطاش. عملت تحريات على الاماكن دي قبل ما نقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا انا متاكد من اللي بقوله. متاكد؟ ده كلام يا حسام. انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقه دي؟ يا فندم انا مش ضابط شرطه بيجيب حق دوله. انا بني ادم مذبوح، مذبوح يا باشا. وجرحي بينزف ومش هيهدى لي بال غير لما اخد حق مراتي من اللي ذبحوها بسكينه تلمع قدام عيني. حسام روح دلوقتي وهدى اعصابك وسيبنا نشوف شغلنا. مش هرتاح يا فندم ولا هيهدى لي بال غير لما اخد حقي، ولو ما خدتوش بالقانون سامحني هاخده بايدي. حسام ما تنساش انك ضابط شرطه والمفروض تحافظ على القانون مش تكسره. والعداله البطيئه ظلم. العدالة البطيئة ظلم وربنا ما يرضاش بكده. ومش هستنى لما تجيبوا لي حقي ده لو عرفتوا تجيبوه يا باشا. أنا مش هحاسبك دلوقتي لأني مشفق عليك. أنا مش عايز حد يشفق عليا ولا عايز أصعب على حد ولا حد يعطف عليا. أنا عايز حق مراتي يا فندم وإلا قسما بالله حاخده بإيدي. حسام أنا بعاملك لغاية دلوقتي كابني. أرجوك ما تضطرنيش إن أنا عاملك رسمي. حاضر يا فندم. سيادة المقدم ما تنساش انك بتكلم لواء. وسعادتك ما تنساش انك بتكلم بني ادم. تمام سعادتك. اللي اقول يا كبير. ايوه دكتور ايه دي اللي هنلاقوه في البحر ده كله؟ طب اصبر يا ريت. منوره يا ست حكمت. ايه نورك يا طاهر. Thank you.
سايبنا وقاعد لوحدك ليه؟ أنا مش لوحدي. طب يا حبيبي تعالى اقعد مع ماما ومحمد عشان نبقى مطمنين عليك. تلاقيش علشان أنا كويس. ايه يا حسام السجاير دي كلها؟ وايه الدخان اللي انت عايش فيه ده؟ حرام عليك صحتك. كده احسن كتير. حسام انا مقدره حزنك ومشاعرك على سلمى الله يرحمها، وعارفه انت كنت بتحبها قد ايه، وانا كمان. سلمى كان بالنسبه لي صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، ربنا وحده اللي يعلم انا موجوعه عشانها قد ايه. عشان خاطري يا حسام، عشان خاطري ما توجعش قلبنا، ما هي بقى المصيبه مصيبتنا كلنا مش مصيبتك لوحدك. لو بتحبني تعالى اقعد معانا عشان خاطري. انت بتحبيني ما تضغطيش عليا، سيبيني انا كويس. مش هسيبك. ايه رايك بقى حسام؟ لسه في ناس متعلقين في رقبتك ومحتاجينك، وانا اولهم. اصل انت مش اخويا الكبير وبس، ده انت ابويا اللي انا اتحرمت منه، وصاحبي اللي عرفته لا في مدرسه ولا في شارع ولا في نادي. انت اللي انا اتربيت على ايده وفتحت عيني وشفته وسندي وضهري في الدنيا دي، ولسه محتاجالك حياتي يا حسام وحياتي. تعالى اقعد مع ماما، وانا هسيب الدنيا كلها وهقعد معاك. وبيتك وجوزك دول اهم مننا كلنا دلوقتي. عشان اتفضلي اتفضلي يا بنتي. دياب! الحمد لله على السلامة يا دياب. الله يسلمك. مش كنت تقول لي يا ابويا عشان اعمل حسابي؟ قلت اعملها لك مفاجأة. احلى مفاجأة في الدنيا كلها. هاخد طاهر ووهدان ونطلع مشوار على البر. معاك حق يا كبير. وحشتك قوي قوي قوي. تعالي يعني انت برضو مصمم؟ عشان خاطري ما تضغطيش عليا وتوكلي على الله، سيبيني لوحدي. حاضر يا حسام، مش هضغط عليك وهسيبك لوحدك، بس لازم تبقى عارف ان احنا موجوعين عشانك قوي وتعبانين بسببك. طب اقعد انا معاك. بصي ايدك، ما توجعيش قلبي بقى وتوكلي على الله. شوف صاحبك. ايه
تعلم عليا، تعلم عليا يا معتز. ما عرفتش احميها وراحت من بين ايدي. كي يا حس، قدر الله ما شاء فعل يا اخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده انا ما صدقت لقيتها، قلت ربنا بيعوضني على اللي فات. تقوم تندبح، تندبح قدام عينيا واقف مش عارف اعمل حاجه. انا اسف والله العظيم اسف. بس انت ما غلطتش يا حسين. لا ما تقوليش ما غلطتش يا معتز، قولي اني غلطان وخايب ما عرفتش ادافع عن مراتي، وطلع طبنجتك وضربني طلقه وبعتني ليها. لو انا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا يا معتز، لازم اخد طرسلمة ميري وملكي، لازم اقطع من لحمهم حتت.